الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الأول مع هذا الكتاب الماتع، كتاب أيها الولد. وفي هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه نقف مع المؤلف والمؤلف وموضوع المؤلف. هذا الكتاب يسمى بأيها الولد، والاسم الحقيقي لهذا الكتاب هو خلاصة علوم التصوف. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الغزالي رحمه الله، وشيخ الإسلام وهو الشيخ الإمام حجة الإسلام عجوبة الزمان زين العابدين أبو حامد ابن محمد ابن أحمد الطوسي. الإمام الغزالي رضي الله عنه ولد بطوس عام 450 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطوس هذه مدينة من مدن خراسان بإيران. الإمام الغزالي رحمه الله خرج من طوس، وكذلك خرج من هذه المدينة أئمة أهل العلم والفقه، خرج منهم الكثير مما لا يحصى. أسرة الإمام الغزالي رحمه الله، والده كان فقيرا صالحا لا يأكل إلا من كسب يده، كان يغزل الصوف ويبيعه في دكان بطوس، وكان يختلف في أوقات فراغه، يعني بعدما ينتهي من عمله ينتقل إلى أماكن العلم وإلى مجالس العلماء ويطوف عليهم، وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع وسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ابنا يجعله فقيها وواعظا، فرزقه الله تبارك وتعالى بالإمام الغزالي. رزق والد الإمام الغزالي بولدين، هما أبو حامد وأحمد، غير أن الأقدار لم تمهل والد الإمام الغزالي أن يرى ما تمناه وطلبه من الله تبارك وتعالى. فقد توفي والد الإمام الغزالي، وما زال الإمام الغزالي أبو حامد كان صغيرا لم يبلغ سن الرشد، أما أمه فقد عاشت حتى شهدت ما شهدت، يعني ما رأته من نبوغ ابنها وانتشار اسمه في العالمين. والده رحمه الله كان قد أوصى أن يكون ابنه أو أبناؤه أبو حامد وأحمد أن يكون عند رجل كان صديقا له، وأعطاه بعض المال، لكن استمر هذا الرجل ونفذ وصية ابنه، اجتهد الرجل في تنفيذ وصية الأب على خير وجه حتى نفذ ما تركه من أموال، يعني أعطاه بعض الأموال لكي يتعهد أبناءه الصغار بالتربية والتعليم، فنفذ هذه الوصية وقام بها خير قيام. لكن تلك الأموال التي كانت معه وتركها والد الإمام الغزالي نفدت،
فألحقهما ألحق الإمام الغزالي وأخوه أحمد بالمدارس التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، ولذلك نسمع تلك العبارة التي تتردد: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون إلا لله. هذه مقولة للإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الغزالي في صغره تعلم على عدد من العلماء الأعلام، أخذ الفقه على الإمام أحمد في طوس، ثم سافر إلى جرجان فأخذ عن أبي نصر الإسماعيلي، وعاد بعد ذلك إلى طوس. وهو في طريقه إلى بلده حدثت قصة عجيبة جعلت الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يتحول في طلبه للعلم. يعني كان رضي الله عنه يتلقى من الأساتذة ويكتب دون أن يحفظ، لكن أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحدث أن يتحول الإمام الغزالي إلى حفظ الكتب وإلى حفظ ما يلقيه عليه الأساتذة. يقول: قطعت علينا الطريق. الإمام الغزالي يحكي هذه القصة، يقول: قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون اللصوص ما معي ومضوا، يعني كل ما معهم. كانوا قديما إذا ما ذهبوا إلى سفر يأخذون المخلاة بمثابة الحقيبة اليوم، فتبعهم، يعني بعد ما أخذوا ما معهم إذا بالإمام الغزالي تبعهم وذهب إلى رئيسهم إلى مقدمهم، فقال له: ارجع ويحك، يعني عد وإلا هلكت. فقال له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي حقيبتي أو تعليقتي فقط، فهي بها شيء أنتم لا تنتفعون به. فقال له: وما هي تعليقتك؟ فقال: هي كتب في المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. تمام، يعني هو يطلب منه أن يعيد إليه هذه التعليق لأن بها ما تعلم. فإذا بهذا اللص يضحك من الإمام الغزالي. قال له: وكيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك؟ يعني العلم يا شباب هو في ماذا؟ في الصدور، ليس في الكراريس أو في الكتب. كيف تدعي علمها وقد أخذناه منك أو وقد أخذناها منك؟ فأصبحت متجرد بدون علم. ثم أمر بعض أصحابه، يعني المجموعة الذين معه من اللصوص، أن يعطوه هذه المخلاة. ماذا قال الإمام الغزالي هنا يا شباب؟ في شيء لابد وأن تحول المحنة إلى منحة، يعني كل محنة تقابلك في حياتك يمكن أن تحولها إلى ماذا؟ إلى منحة. هذا الإمام الغزالي هو وأخوه خرج عليه اللصوص، أخذوا ما معه، هذه مصيبة، هذه محنة، لكنه حول هذه المحنة إلى منحة، وإذا به يقوم بحفظ ما أملاه أو ما أخذه أو ما نقله عن أساتذته. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما ذهب وعاد إلى بلده طوس أقبل على الاشتغال. كم عام؟ 3 سنين. أخذ الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يقول: حتى حفظت جميع ما علقته. ما أخذه كانوا دائما يقولون تعليقه،
يعني إيه ما كتبه عن مشايخه. وصرت بحيث لو قطع عني الطريق لم أصبح متجردا عن العلم. تمام؟ إذا رأيتم كيف يحول هذه المحنة إلى منحة، كل شيء في حياتك يمكن أن تحوله. الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه له أساتذة كثير، يعني المقام لا يسع لذكرهم، لكن نقول أن الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه اشتغل بالتدريس في المدرسة النظامية، وقد ظهر فضله وزع صيته، وإلى أن علم به الملوك والأمراء إلى غير ذلك من حياته التي هي موجودة في كتب التراجم. لكن الذي أريد أن أقف فيه معكم اليوم، وهذا شيء هام جدا، هو التحول الذي حدث في حياة الإمام الغزالي. يعني في البداية كان رضي الله عنه وأرضاه يكتب العلم دون أن يحفظ، حدثت له حادثة إذا به يتحول إلى أمر آخر وهو أن يحفظ ما يملى عليه، لكن كان هناك تحول في الفكر. الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه كان مهتما بكتابات الفلسفة، وكان مهتما بأشياء أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يطلع على كتب التصوف، تلك الكتب التي غيرت حياة الإمام الغزالي. كيف هو يروي لنا هذا رضي الله عنه؟ يقول ابتدأت بمطالعة كتبهم، يقصد بكتب من؟ كتب يعني أبو طالب المكي، الإمام أبو طالب المكي له كتاب مات اسمه قوت القلوب، وكذلك كتب الحارس المحاسبي، وكذلك متفرقات من كتابات الإمام الجنيد. ماذا حدث له هنا؟ يقول فعلمت يقينا، علمت يقينا أنهم أرباب أحوال، أرباب أحوال لا أصحاب مقال، وأن ما يمكن تحصيله، يعني يحكي عن نفسه يقول أن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، لكن بقي شيء آخر أريد أن أصل إليه. هذا الشيء لا يمكن بالكتابة أو بالقراءة، وإنما يكون بالتزوغ، هذا الشيء يكون بالتزوغ. الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني أنه حتى كانت رحلاته وطلبه للعلم فيه شيء، لكن بعد أن قرأ هذه الكتب وبعد أن زاع صيته رأى أنه لابد أن يتحول إلى أمر آخر. يقول لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس بالعلائق، يعني الإنسان منا قد يطلب العلم، يطلب العلم لماذا؟ قد يطلبه للمال أو للجاه أو للشهرة إلى غير ذلك، لا شك أن تلك الأمور كانت عند الإمام الغزالي. فيقول لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي الجوانب، ولاحظت أعمالي، أحسن شيء كان يقوم به رضي الله عنه يقول التدريس، وقد لاحظت أعمالي وأحسنها، فإذا هو التدريس والتعليم، فإذا أنا فيه مقبل على علوم غير مهمة، هذا أول شيء، ولا نافع في طريق الآخرة. تمام؟ ثم تفكرت في نيتي. دائما يا شباب الإنسان منا لا بد وأن يكون طالبه للعلم ونيته هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى، أن يصل بعلمه إلى الله، وأن تتحقق له السعادة في الدارين من خلال هذا العلم. ثم تفكرت في نيتي في التدريس،
فإذا هي غير صالحة لوجه الله. هذا ما يقوله الإمام الغزالي رضي الله عنه، بل باعثها ومحركها هو طلب الجاه وانتشار الصيت. فتيقنت أني على شفا جرف نهار، تمام، أوشك على الهلاك. لذلك هنا حدث تراجع وحدث جلوس مع النفس، وإذا بالإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يتحول مما كان فيه إلى أمر في غاية الجمال، وهو يقول عن نفسه: فلم يبقى من العمر إلا القليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل، فإن لم تستعد الآن للآخرة، إذا لم تستعد الآن للآخرة متى تستعد؟ هذه جلسة مع النفس. الإمام الغزالي جلسة مع النفس ومحاسبة، مع أنه كان يسلك طرق العلم لكن يصحح بعض الأمور. ما هي العلوم التي توصله إلى الله تبارك وتعالى؟ ما هي العلوم التي تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة؟ ما هي العلوم التي يمكن أن تقف معه في يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة؟ الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه قال: فعند ذلك تنبعث الداعية. ماذا فعل الإمام الغزالي؟ أخذ في مرحلة تردد، تلك المرحلة طالت يعني قريبا من 6 أشهر، 6 أشهر وهو يتفكر. يا شباب، ليس معنى كلامنا هذا أن الإنسان يعرض مثلا عن علوم الهندسة والطب والصيد، لا لا، الإسلام كما طلب منك أن تتعلم تلك العلوم الشرعية، كذلك طلب منا أن نتعلم تلك العلوم الدنيوية، هي لا تقل قيمة عن ماذا؟ عن تعلم العلوم الشرعية وعن تلك العلوم التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من تصحيح النية، ما هي؟ لماذا أنا أدرس؟ لماذا أنا أتعلم؟ أدرس أتعلم لكي أخدم الدين، لكي أخدم البلاد والأوطان، هكذا لا بد وأن تصحح النية. لكن ليس النية أن تنال الشهرة والجاه ويصبح عندك، ثق تماما أنك لو نويت هذه النية لحقق الله سبحانه وتعالى لك كل ما تريد، تمام؟ فالإمام الغزالي رضي الله عنه أخذ في مرحلة تردد، هذه المرحلة ظلت 6 أشهر، يعني مثلا في من رجب سنة 88، تمام، 488، ظل الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه في هذا. وبعد ذلك غادر الإمام رضي الله عنه من بغداد وحج وتوجه إلى الشام، تمام. ماذا فعل في بلاد الشام؟ أقام رضي الله عنه وأرضاه 10 سنين. ماذا فعل فيها؟ كانت هي عبارة عن يعني قضى وتوجه إلى الشام فأقام بها 10 سنين، وقضى بعضها في بيت المقدس. وكان غالب وقت الإمام الغزالي رضي الله عنه في هذه الفترة عزلة وخلوة ورياضة مع النفس ومجاهدة واشتغال بتزكيتها وتصفية القلب لذكر الله تبارك وتعالى. وكان يعتكف رضي الله عنه وأرضاه في منارة مسجد دمشق طوال النهار. في هذه الفترة ألف الإمام الغزالي رضي الله عنه كتابه الماتع، كتاب أحياء علوم الدين. ولو لم يكن للإمام الغزالي غير هذا الكتاب لكفى، ولذلك يقال: من لم يقرأ الأحياء فليس من الأحياء.
هذا الكتاب يجمع لك أمور جميلة، منجيات، مهلكات، كيف تصل إلى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى التصوف، وهذا معنى التزكية التي هي عبارة عن تحلية وتخلية، أو تخلية وتحلية. تخلية أن تخلي النفس من الآثام والذنوب والمعاصي، أن تخلي النفس مما فيها من أشياء تغضب الله تبارك وتعالى. أما التحلية فهي أن تتحلى بكل جميل، تتحلى بالصفات التي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحلية تأتي بعد التخلية، تتخلى عن كل قبيح وتتحلى بكل جميل. ليس التصوف شباب عبارات أو شعارات تردد، وإنما التصوف أخلاق، التصوف أخلاق، التصوف تزكية للنفس. هذا هو التصوف. الإمام الغزالي رسم ووضح لنا في كتبه كيف نصل إلى الله تبارك وتعالى. بعد أن مكس هذه السنين 10 سنوات تفرغ فيها لتزكية النفس، وكان فيها في خلوة، عاد رضي الله عنه وأرضاه بعد تلك العزلة التي استمرت 10 سنوات، عاد إلى بلده طوس، وظل أيضا في عزلة، لكن الناس أخذوا يترددون عليه ويطلبون منه أن يعود للتدريس، فعاد إلى التعليم ولكن بأسلوب جديد، تمام، أسلوب جديد ونية جديدة وهدف يختلف كل الاختلاف عما كان، تمام. الحياة الإمام الغزالي تحتاج إلى مراجع وتحتاج إلى كتب، لكن يا شباب هنا من خلال حياة الإمام الغزالي وقفنا على بعض الأمور. ما هي؟ أن الإنسان في كل أمر من أموره لا بد أن يصحح نيته، وأن تكون نيته خالصة لوجه الله، تمام. هذا أمر مهم في حياتك، في علمك، في طلبك العلم، في خدمتك لبلادك ولأوطانك، لا بد وأن تصحح النية، أن تكون نيتك خالصة لله تبارك وتعالى. هذا هو الإمام الغزالي رضي الله عنه، توفي رحمه الله عام 505. هذا هو المؤلف الإمام الغزالي. الآن نتكلم عن هذا المؤلف أيها الولد، تمام؟ أيها الولد، هذا ليس الاسم الحقيقي لهذا الكتاب، وإنما الاسم الحقيقي للكتاب هو خلاصة تصانيف، أو خلاصة التصانيف في التصوف، خلاصة التصانيف في التصوف. هذا الكتاب لماذا اخترته للقراءة معكم؟ لأن هذا الكتاب هو مفتاح لعلم الأخلاق، بل هو مفتاح لكل علوم أو كل كتب الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الكتاب من خلاله نتعلم الأدب، أدب العالم وأدب المتعلم، وأظن أن هذا الأمر قد افتقد في هذا الزمان، وهي أزمة نفتقد، أزمة نراها ونشاهدها في زماننا. وتلك المصائب التي تحل بالبلاد وتحل بالعباد إنما بسبب الأخلاق، بسبب فقد الأخلاق. ترى مثلا حوادث تحدث في المدارس، حوادث تحدث في الطرقات، حوادث تحدث في البيوت، حوادث. لماذا؟ لأننا فقدنا التربية الصحيحة. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو مفتاح لكتب الإمام الغزالي. هذا الكتاب من خلاله نتعلم الأدب، الأدب
مع أنفسنا، مع الله، مع الأستاذ، مع كل الناس. الكتاب يا شباب هو عبارة عن مجموعات من النصائح والإرشادات، تمام؟ كتبها الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه لواحد من تلاميذه. لماذا؟ لكي تكون دستورا ومنهاجا. هذا الدستور وهذا المنهاج يكون أو يسير به في حياته جميعها، فهذا يبين لنا مدى اهتمام الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه بتربية النشأ، تمام؟ وكيف كان يهتم بأمر الأمة. وعلى فكرة هذه وظيفة المربي، هذه وظيفة الشيخ، ليس فقط الشيخ أو المربي من وظائفه أن يهتم بالأمور التي تنتشر في المجتمع، مشاكل المجتمع، أو ما يسمى بمصطلحنا اليوم المشاركة المجتمعية. ما معنى؟ هناك أمور من خلالها يمكن أن يتقدم المجتمع، لابد وأن يشارك المربي وكذلك المريد، لابد وأن يشارك في هذا الأمر، أن تقدم خدمة للمجتمع الذي تعيش فيه. يعني لا تكون تعيش لنفسك أو بمفردك، وإنما أنت لابد أن تخدم المجتمع، لابد أن تخدم الأمة التي تعيش فيها. فالإمام رضي الله عنه يهتم بقضية مهمة، ما هي؟ تربية النشأ. ولذلك لابد وأن نهتم بالشباب وبمشاكلهم وبالأمور التي تحيط بهم. فكما قلت لكم، هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من النصائح يقدمها الإمام الغزالي لهذا الطالب النجيب. الكتاب يا شباب كتب في بداية الأمر، الإمام الغزالي رضي الله عنه كتبه باللغة الفارسية، تمام؟ كتب باللغة الفارسية. من الذي ترجم لنا هذا الكتاب؟ ترجم هذه الرسالة محمد أمين الكردي، حيث قال، يعني حينما ترجم هذا الكتاب قال في المقدمة أنه ظفر، يعني وجد أو حصل بدرة غريبة من العلوم الإلهية باللغة الفارسية، تمام؟ هكذا قال، وهي من أنفس تصانيف العالم البحر الفهامة حجة الإسلام الشيخ محمد ابن محمد الغزالي، تمام؟ إذن يعني كما نفعل حينما نحقق مخطوطا، تحققنا من نسبة الكتاب إلى صاحبه، إلى مؤلفه. لماذا؟ هذا المخطوط أو هذا الكتاب كان مكتوبا باللغة الفارسية. ثم ماذا صنع المترجم الذي ترجمه إلى العربية؟ وجد في مقدمته وأثبت هذا أنه للإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. فرأيت، انظر إلى نياتهم، فرأيت من نصيحة المسلمين وخدمة الدين أن أستعين من ترجمتها من الفارسية إلى العربية، تمام؟ إذن الكتاب كان باللغة الفارسية، محمد أمين الكردي ترجمه لنا إلى العربية. الكتاب موضوعه مجموعة من النصائح والإرشادات تدور حول الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها العالم، يجب أن يتحلى بها المتعلم، يجب أن يتحلى بها كل إنسان. لو أننا نظرنا إلى القرآن الكريم، هذا موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، لو أننا نظرنا
إلى القرآن الكريم. عدد آيات القرآن الكريم قرابة 6626 آية، تمام؟ عدد آيات الأحكام اختلف، يعني منهم من قال 500 آية، منهم من قال 300 آية إلى غير ذلك، لكن الشاهد الذي نريد أن نقف معه يعني آيات الأحكام لا تتجاوز مثلا 5%، 5%، والباقي عبارة يعني قرابة 75% من القرآن الكريم يتحدث عن الأخلاق. إذن هي قضية مهمة، قضية مهمة جدا. بدون الأخلاق الأمم تنهار، وكما يقول أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك قضية مهمة، قضية الأخلاق. تلك الأمم التي انهارت وتلك المجتمعات التي انهارت إنما هو بسبب انهيار أخلاق تلك الأمم، تمام؟ كذلك لو تأملنا في أحاديث النبي، كم حديث؟ 60,000 حديث. طيب في أحاديث الأحكام تقريبا 2000 حديث، يعني 60,000 حديث 2000 تقريبا حوالي 3%، يعني أيضا. وبقية الأحاديث إنما هي تتحدث عن الأخلاق. نجد في هذا الزمان هنا أناس يتركون الأخلاق ويهتمون بأمر العبادات. ليس معنى ذلك أن نهمل العبادات، لا، لكن لابد وأن يعود عليك الأثر الذي تطلبه منك هذه العبادات. يعني حتى العبادات لو أننا أو الأحكام الشرعية لو تأملنا فيها لوجدنا أيضا أنها تعود بنا إلى الأخلاق. الصلاة على سبيل المثال عبارة عن قيام ركوع سجود، هذا لا. الصلاة كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لها مقاصد كثيرة جدا: المساواة، العدل، راحة النفس، وهكذا، تمام. ليس المراد من الصلاة القيام والركوع والسجود وإتعاب النفس، وإنما المراد أن تصل إلى مراد الله من الصلاة. ما هي؟ أنك تنهى نفسك عن المعاصي والذنوب وتتحلى. إذن تعود بك إلى ماذا؟ إلى التزكية، تعود بك إلى الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك الصوم له مقاصد، من مقاصده ليس يا شباب المراد بالصوم أن الله ما أراد منك أن تتعب، ما أراد الله أن يمنعك عن طعام وشرب، وإنما أراد أشياء كثيرة، منها الشعور بالفقراء، الشعور بالمساكين، منها أيضا المواساة للآخرين. فلكل عبادة من العبادات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها مقصد يعود بك إلى تحسين الأخلاق، وهذا يدل على مكانة الأخلاق في الإسلام، وهذا يدل أيضا على مكانة التصوف، لأن التصوف كما قلت لكم في بداية اللقاء هو عبارة عن أخلاق، عبارة عن تخلية، وعبارة عن تحلية. هذا هو الكتاب، عرفنا الاسم الحقيقي للكتاب، وعرفنا أن الكتاب قد كتب باللغة الفارسية، ونقف الآن معكم عن قصة
تأليف هذا الكتاب، يعني القصة التي ألف من سبب بسببها هذا الكتاب. كما قلت لكم أن أحد الطلاب أو أحد التلاميذ بعد يعني أن عاش مع الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه، ولازم خدمة الشيخ، لازم خدمة الشيخ، تمام؟ يعني كانوا يعني يدخلون على الشيخ من باب الخدمة حتى يصلوا من خلال الشيخ إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هناك مقصد غير ذلك. لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام، ثم تفكر هذا الطالب وخطر على باله بعد رحلة، وربما يكون الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه يحكي عن نفسه، يعني بعد أن عاش مع الإمام وبعد أن عاش في طلب العلم دار في خاطره سؤال، فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، تعلم علوم كثيرة، تمام، وأفنى حياته في تعلم هذه العلوم، الآن ينبغي أن أعلم أي علم ينفعني، أي علم ينفعني غدا، ماذا يقصد غدا؟ اليوم الآخر، تمام، في هذا اليوم لا ينفع مال ولا جاه ولا أي شيء، الذي يقف معك في هذا اليوم هو ما قدمته في حياتك، يعني بعد تعلم ما الذي ينفعني من هذه العلوم غدا يوم القيامة ويؤنسني في قبري، وأيها لا ينفع حتى أتركه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. استمرت هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ، تمام، كتب له، وهذا أيضا يعلمنا أول درس، التأدب مع الشيخ، يعني لم يشافه الشيخ، لم يتحدث معه، وإنما كتب له كتابا وأرسله إليه، استفتاء، كتب له استفتاء، الألف والسين والتاء تأتي للطلب، يعني طلب منه الفتوى، وسأله عن مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء. يا سلام، نصيحة وبعد هذه النصيحة الدعاء. قال يعني إن كانت يعني في مصنفات الإمام الغزالي الإحياء إجابة على هذا السؤال، يعني كما قلت لكم الإمام الغزالي ألف كتاب الإحياء، وفي الإحياء الإجابة على هذا السؤال: ما هي العلوم التي تنفعه؟ ما هي العلوم التي تؤنسه في قبره؟ ما هي العلوم التي لا تنفعه؟ لكن الطالب يريد إجابة مختصرة، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات الألف والتاء للتقليل، تمام؟ لكن يا شباب قد تكون الورقات قليلة لكن الفائدة كثيرة، تمام؟ يعني كما قال الإمام الحرمين الجويني له كتاب يسمى بالورقات، هي ورقات جمع قلة، لكن هذه الورقات القليلة فيها المعاني الكثيرة، قد يكون العبارة صغيرة لكن المعنى كبير جدا، كذلك ما في هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب صغير،
ورقات، لكن في كل سطر من سطوره نجد قاعدة يمكن أن نقف معها أيام، وحتى نفعلها في حياتنا تحتاج إلى سنين. فهو يريد أن يكتب الشيخ له حاجته في ورقات تكون معي مدة حياتي، يعني يكون دائما متذكرا لهذه الورقات. ثم ماذا؟ وأعمل بها مدى عمري إن شاء الله. فكتب له الشيخ هذه الرسالة التي إن شاء الله نبدأ فيها من اللقاء القادم، وأولها بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أيها الولد المحب العزيز. بهذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا اللقاء. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليكم ونتوب إليك، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله.